مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، فالأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد. السواحل الوسطى والغربية الأجواء غائمة جزئيا، فيما يخص السواحل الشرقية النشاط الرعدي مرفوق بأمطار سيميز المرتفعات الداخلية الشرقية وحتى الغربية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى مناطق الجنوب الغربي للوطن، أقصى الجنوب الجزائري، احتمال أيضا أن يكون مرفوق بأمطار رعدية. الأجواء تبقى مشمسة تماما بشمال الصحراء بالصحراء الوسطى مع زوابع رملية موسمية فيما يخص الصحراء الوسطى. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة بشمال الوطن، تتعدى 31 بشمال الصحراء، نفس المقياس بإن صلح، 33 درجة بأدرار، 35 بتندوف، 30 درجة ببرج بجي مختار، إنكزام تقارب 28 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيلي. ظهيرة الغد بحول الله الحرارة القصوى إذا تبقى مرتفعة ببعض الولايات الشمالية وخاصة بالنسبة لغديزان شلف ومعسكر مع 43 درجة، 34 بالعاصمة والبيض، وهران مستغانة، 35 بتيزي وزو والجلفة، 36 ببتنة، قسنطينة سطيف وعنابة سكيكدة، 33 درجة فيما يخص إذا تبسة لن تتعدى 41 بشمال الصحراء، 42 درجة بورقلة حسيم سعود وحتى بإليزي، 45 درجة بأدرار، 44 بإنصلح برج بجي مختار إنسا. أما فيما يخص الملاحة والصيد البحري فالبحر سيبقى قليل الاضطراب على طول الشرايط الساحلي، سرعة الرياح لتقارب 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية، 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية. لإن شاء الله فقط فالرياح ستأتينا ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية على السواحل الوسطى، لكن غربية شمالية غربية هذا على السواحل الشرقية. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية لنهار الغد. شروق الشمس لخاصة الجزائر العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و57 دقيقة. عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.